اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من Elder Ring. قبل ان نبدا القتال اتمنى تنسون الاشتراك بالقناه ودعمي باللايكات، وهسه خليكم يا متابعه. عندنا قتال هسه الزعيم Red Wolf of the Champion. هذا الزعيم طبعا يستخدم السحر عليكم، فاستخدموا التالزمان اللي هي تكون زائد 2 اقوى تالزمان، زيد دفاع ضد السحر بشكل كلش قوي، واستخدموا التعويذه هم تعطيكم دفاع ضد السحر بشكل هم قوي ممتاز. هسه نستخدم المهارة مال التنين. طبعا لا تستخدمون عليه شو اسمه الماجيك، التعاويذ الماجيك او الاسلحه الماجيك، استخدموا عليه النار واستخدموا عليه الهولي. استخدمنا عليه بس انا لين سلاحي قوي كلش قوي فما عندي مشكله. طبعا ناخذ منه هذا الاشز اللي هو بلود هاوند نايت فلو، وهسه نروح نحصل من ذاك التشيست صندوق تلقون نحصل منه الديث روت. هاي حصلنا الديث روت. تمام اصدقائنا وصلنا نهاية الحلقة، اتمنى تنسون الاشتراك بالقناة ودعمي باللايكات.